أنا كيف يتم وصف هذه الانتهاكات؟ والسؤال المهم بصراحة، أهالي هذه المناطق هم أناس تعرضوا سابقا إلى عمليات الإبادة، قراهم وبيوتهم أحرقت أكثر من مرة، والآن القصف التركي والهجمات التركية على المنطقة. يعني الوضع المأساوي للسكان المدنيين يستوجب أو ينادي الرأي العام العالمي، خاصة في غياب صوت من السياسة العالمية. للأسف الشديد لا الأمم المتحدة لا الدول العظمى ولا الدول الجارة الأخرى، يعني الكل صامتون أمام هذا الاعتداء التركي، والذي من ضحيته ضحاياه الأولين هم سكان القرى فقط. نعم، لكن هذه الانتهاكات كيف تنظرون إليها؟ أقصد هنا إلى بالنسبة لمراكز القرار في أربيل وبغداد، يعني هل هناك ردود فعل؟ أنا حقيقة بالنسبة إلى أربيل هناك قرار من برلمان أقليم كردستان، قرار سابق يدعو إلى انسحاب القوات التركية من الجزء الكردي أو من أقليم كردستان، والقوات التركية أو الدولة التركية تتحجج بوجود اتفاقات دولية سابقة بينها وبين بغداد. هذه الاتفاقيات التي ذهبت حكومات ما بعد 2003 إلى تجديدها وتوطيدها والعمل بها ثانية. لهذا بالنسبة إلى أربيل الاحتماليات أو الرد محدود جدا، والحكومة العراقية للأسف الحكومات السابقة كانت دائما غير مهتمة بالسيادة العراقية، الحكومة الحالية وإن كانت مهتمة لكن هي حكومة تقود البلد إلى الانتخابات، وهي حقيقة الحكومة العراقية بشكل عام القوات العسكرية المهمة المدججة بالأسلحة، يعني بذلك حشد الشعبي ميليشيا وقوات حشد الشعبي هذه غير خاضعة للدولة العراقية، هذه خاضعة إلى مجموعات حزبية دينية تأخذ الراتب طيب. من الدولة يتم تمويلها من الدولة، لكنها هي قوات لا ترضخ لأوامر الدولة كي تستطيع الحكومة العراقية الحالية من مواجهة طيب سيد الجيش التركي. سؤال أخير لو سمحت لي، يعني اعتزام إنشاء النظام التركي لقاعدة عسكرية في منطقة متينة، كيف سيتم مقابلته من قبل مراكز القرار أيضا في أربيل وبغداد؟ ما السيناريوهات التي ستفتح في حال إنشاء هكذا قاعدة جديدة؟ أنا حقيقة هناك ضغط على هذه المرة، الأتراك بأطراف مختلفة ينقلون حربهم بالذات إلى جبل متين، يعني من هناك عندك أطراف تركية والجيش التركي أيضا من جهته، والحكومة أقليم كردستان عليها أولا أن بحسب أن تقوم بمهامها الدستورية، أولا أن لا تصبح أقليم كردستان مكانا تتم منه اعتداءات على الدول الجارة. وما دامت حكومة أقليم كردستان لا تقوم بهذه المهمة، فموضوع مواجهة الجيش الدولة التركية والجيش التركي أيضا أعتقد يعد موضوعا خارجا عن طاقة حكومة أقليم كردستان. ويبقى رد الفعل الجماهيري، سابقا أكثر من مرة قامت حصلت مظاهرات مضادة لتواجد الجيش التركي في أقليم كردستان، لكن هذه المظاهرات حقيقة في وقته لم تجلب الهدف المنشود. نعم، وضح الفكرة. حكومة أقليم كردستان، نعم سيد ديرشاوي، تتحدث مع الطرفين. لم يبقى لدي المزيد من الوقت، أشكرك سيد محمد عامر ديرشاوي أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من دهوك ضيفا على نشرة الواحدة، شكرا جزيلا لك.